إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمي كاظم حشمت، أنا أدرس في المدرسة الإسلامية العالمية. أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول الموضوع فضيلة الشكر. إخواني وأخواتي في الله، واعلموا أن الله تعالى قد أنعم علينا بنعم ظاهرة وباطنة، وأمرنا بشكرها ووعدنا بالمزيد. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سورة إبراهيم، رقم السورة 14 والآية 7. عباد الله، الشكر عبادة عظيمة وصفة كريمة من صفات الأنبياء والمرسلين. قال تعالى عن نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. سورة الإسراء، رقم السورة 14 والآية 3. أيها المسلمون، إن الشكر لله يكون بالقلب واللسان والجوارح. فالشكر بالقلب يكون بنسبة النعم إلى الكريم سبحانه وتوحيده ومحبة وإخلاص العمل له. وأما الشكر باللسان فيكون بالإكثار من ذكر الله تعالى. والشكر الجوار يكون باستعمالها في طاعة المنعم سبحانه وتوحيده ومحبته. قال تعالى: سورة الصباح، رقم السورة 34 والآية 13. وفي الختام: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.